أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ربنا أثنى البيان والصواب والهمنا الحكمة والهدى والتوفيق وفصل الخطاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد فنصلي ونسلم على نبي رحمة الذي أرسله الله للناس وأعلام الهدى دارسة ومناهج الدين طامسة، فصدع بالحق ونصر للخلق وقال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكان على ذلك وصبر حتى صارت دعوته سير الشمس في الأقطار وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أئمة هدى وقضاة عدل ومصابيح الظلام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فكانوا على ذلك وصبروا حتى دانت لهم رقاب الأكاسرة وخدعت لهم جيوش القياصرة وملكوا ما بين المشرق والمغرب. في كل فج عزمهم سيار إلى الوغى تهافسوا وطاروا، جماعات ليس لهم ديار إلا ظهور الخيل والغبار. فرضي الله عنهم أجمعين وأدخلنا وإياهم برحمته في عباده الصالح. أما بعد، يقول رب العالمين في محكم تنزيله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقد وصلنا بعون الله وتوفيقه من سورة الكهف، نحن لازلنا في أوائل السورة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بها سرادقها. واصبر نفسك، ولم يقل واصبر عقلك واصبر جسمك واصبر فكرك، وإنما ألقى الصبر على أكثر محرك يدفع الإنسان إلى الشر وهي النفس. إن النفس لأمارة بالسوء، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النفس والشيطان والهوى والدنيا من أخطر ما يستطيع الإنسان أن ينتبه منه. إني بنيت بأربع ترمينني باللبل قد نصبوا علي الشراك إبليس ونفسي والدنيا والهوى فلا أستطيع لهن انفكاكا. يا رب ساعدني بعفوك فإني أصبحت لا أرجو لهن سواك. الإنسان بين الأمور الأربع، بين نفس تأمر وهوى يتبع ودنيا تهوي والشيطان يزين. وظيفة الشيطان تجاه النفس إنما هو التزيين وكيده، وهو آخر شيء في الوساوس. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن النفس قدمت في الوساوس. إن النفس لأمارة وليست آمرة، فجاء القرآن أنها بصيغة المبالغة أمارة. ولما كان الله يكلم نبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك، هل المصطفى صلى الله عليه وسلم يتكبر عن الضعفاء؟ لا أبدا، وإنما يخاطب أمته من خلال الأمر له.
حينما يقول توب استقم كما أمرت، يا أيها النبي اتق الله، فحينما يخاطب نبيه بأمر كهذا إنما يخاطب الأمة من خلاله. والأمثلة في ذلك كثير. لو أن ملكا يخاطب فريق يقول حتروح وتسوي الشيء الفلاني وحتمضي وتسوي الحدود، الفريق ليس هو الذي يذهب أو العقيد وإنما الجنود، فإنما يخاطب الجنود من خلال الفريق، ولله المثل الأعلى. فرب العالمين حينما يقول نبي تب استغفر افعل، إنما يخاطب الأمة استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ولم يقل ولا تطغى، فجعل الطغيان على العموم لأنه ليس من شأنه، لكن الاستقامة يأمر بها الأنبياء لأنه أعلى شيء عند الله تعالى من حيث الأوامر الكبيرة هي الاستقامة، فلا يأمر بها إلا عباده المخلصين الأنبياء. قال لموسى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. هذا الشيك عندي موقع، لكن فإن تحقيق الاستجابة أن تصرف الشيك يتوقف على الاستقامة. إذا دعا العبد ربه يستحي أن يرد يده سفا. إذا دعوت الله الله تعالى يقول أنا استجبت لك، لكن تحقيق الاستجابة يتوقف على استقامتك. كلما استقمت أكثر كلما فتح الله عليك من الاستجابة من الدعوات التي قد كنت دعوتها من 20 سنة. وقد جاء هذا في القرآن، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. ليش قال بركات من السماء؟ ليه؟ قال لك لأن في دعاوى قديمة كانوا يدعون لكن ما كان عندهم تقوى، ما عندهم استقامة، فلما استقاموا واتقوا جاءت الاستجابة القديم والجديد، فتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ما قال يدعون الله، فرق شاسع بين أن تقول فلان يدعو الله وفلان يدعو ربه. في البيان القرآني فلان دعا ربه يريد العطاء، دعا الله إما عن قوم يدعو عليهم أو أن يدعو الله أن يعينه على الذكر والعبادة والعمل الصالح، هذه لأن الألوهية دعاء تكليف، فدعية الألوهية إذا دعوت الله باسم الألوهية فإنما تدعوه تريد استجابة في التكليف، لأن الألوهية تكليف، كقولك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دعوته ليعينك على تكليف من الذكر والشكر والعبادة. بينما إذا دعوت باسم الربوبية هذا دعاء عطاء منقطع، الصحة والمال والولد، ويدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، هذا دعاء منقطع وليس دعاء تكليف. لما قال دعاء يدعون ربهم بالغداة ماذا؟ يريدون لقاء، يريدون الجنة، يريدون وجهه. إذا قال لك يريدون وجهه فإن الدعاء بوجه الله هو النظر إليه سبحانه. إذن وتكون ها هنا أن الصدقة تنقسم إلى قسمين، صدقة في سبيل الله وصدقة بوجه الله. حينما يتقرب الإنسان بصدقة إما أن تكون في سبيل الله وهي العلانية التي تنفق أنت سر وعلانية، السر تكون لوجه الله والعلانية كذلك طيبة فيها خير لكنها في سبيل الله. لكن الصدقة والإحسان لوجه الله أشد وأثبت وبعيد عن عين الشيطان وعن الحسود. كلما حاولت أن تقوم بشيء لوجه الله أول شيء الإصرار في العمل الصالح والسرية في العمل الصالح تضمن الاستمرارية، لا تشوبها شائبة، لا تذهب بعين بشر. قد تكون أنت قد أخلصت لله بالعلانية لكن ممكن تجيك عين تشيل كل شيء. حتى المنفق في سبيل الله والذي يصلي ويصوم فإذا عرف الناس أعماله
وإن كان مخلصا ممكن يبطل إذا أصابته عين حتى في دينه بطل. وفي الحديث اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، عبادة، حج، أي عمل. فلذلك كلما حاولت أن تحرص على الستر في أعمالك ذلك يضمن لك الحركة والاستمرارية. وكلما كانت أعمالك الخيرية معظمها علانية فانتظر حبسها في يوم من الأيام ستتوقف، لأن العين كانت العين تسبق القدر. ورب العالمين يقول ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فقدم ماذا؟ قدم الليل على النهار لأن تقوم بعمل خير ما أحد شافه سرا وعلانية. فكل عمل سر يكون الأجر فيه أعلى، وهذا معنى قوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي. إن تبدوا يعني تظهر الصدقة قدام الناس نعما، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء له خير لكم. ونعما عند العرب تصغير نعمة، تقول العرب نعم الرجل عمر ونعم الرجل زيد شوية. فربك قال هنا لم يقل إن تبدوا الصدقات فنعمة، قال نعمة. نعمة وهو الشيء القليل لأنه قد يراه الناس. إن تبدوا الصدقة فنعمة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء له خير لكم. وهذا معنى قول الشاعر وقل نعم الأمر لشيء ظهر ونعم أجر زيد طالما استتر، فالعلن إظهار أمر قد خفى والستر في الأجر من نهج المصطفى. الستر في الإنفاق هذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحفظ ماء وجه الذي سيأخذ، ثم أن تحفظ نفسك من الرياء ومن فكلما ومن ذلك تكون من السبعة الذي يظن الله في ظنه يوم لا ظن إلا ظنه. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذه كناية عن الستر والسرية، لا يعلم ما يشوف، ممكن يعرف لكن لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، كناية عن أنه يسر بإصراره للخير، يسر في أعمال الخير. وقد كان زين العابدين كما ذكرت لكم 40 ما يزيد على 40 عام وهو يتصدق ويعول عددا كبيرا من أهل المدينة، ما يزيد على 40 أسرة ولا أحد يعرف عنه حتى مات. فلما توفي وجاءوا ليغسله ووجدوا أن كتفه فيها أمرة للحبل، أثر الحبل على كتفيه لأنه كان يحمل أرزاقا للمستضعفين، فعلموا عند ذلك أنه هو الذي كان يتصدق، ما كان أحد يعرف عنه. حتى قال فيه الشاعر، حتى قال فيه الفرزدق: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت محاسنها والخيم والشيم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض، قيل هم من يشكر الله يشكر أولية ذا، فالدين من بيت هذا ما له الأمم. فغضب هشام وحبس الفرزدق، هشام بن عبد الملك لكهت بينه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فهمنا الآن ايش معنى ربهم، يعني عطاه منقطع، ما قال يدعون الله، بالغداة والعشي يريدون وجهه. يا جماعة نحن الآن في هذا المقام المبارك إذا أردنا وجه الله نحتاج إلى ما سمعتم من السر في الأعمال الخيرية، بمعنى أنه لا بأس بأن يعرف أصحابك أو أن تحفز أصحابك على عمل خير، لا بأس، لكن كن من تدله أن يقوم بالخير بحيث لا يعرفه الناس. ليس بالضرورة أن يعرف الناس أنك قمت بعمل كالعمرة مثلا وغيرها. إذا اعتمرت لا تقول للناس أنا سأعتمر، وإذا قمت ليل ركعتين بالليل لا يا جماعة بشركم البارح صليت ركعتين بالليل أو كنت من المقيمين في الليل،
نفس الشيء العمرة، رايح تأخذ عمرة، العمرة سنة، قيام الليل سنة، الصدقة سنة، ممتاز. أنت لما وأنت رايح مكة تقول يا جماعة ترى رايح مكة عندي كذا تبغوا شيء، كم واحد الآن رايح يأخذ عمرة؟ كل العالم يسمع عنه. تبغوا شيء؟ أنا رايح العمرة. أيوة، لا تنسى من الدعاء، ما وصل الحرم إلا مليون واحد عنده خبر أنه رايح مكة. تبغوا شيء؟ أنا رايح مكة. أنا وتصيبك عين ما تسوي شيء أبدا، خليك ما مستور، ما حد يدري عنك. في أخذت عمرة الأول، ولذلك الإصرار، فإن الإصرار بالأعمال الصالحة يرفع صاحبه درجات. هذا من التواضع، من تواضعك أن تقوم إلا إذا كان لابد. أما وأنت ذهبت بنفسك تأخذ عمرة أو تقوم بعمل، ليس بالضرورة أن تعرف الناس. واصبر نفس. إذن إيراد وجه الله، ترى في بين وجه الله وبين العمل في جنة. الجنة هذه يا جماعة التي كنا وقفنا على الكلام الأسبوع الماضي على أن نتكلم فيها، جنات عدن والجنان الثمانية. أنتم تعلمون على أن سر نعمة الله أن الله تعالى جعل الكود للخيرات يقف في ثمانية، وجعل الكود والرقم للشر والتكاليف والأشياء الصعبة تثقل على الإنسان في رقم 7. ابدع من الأصل، أبواب الجنة كم وأبواب جهنم؟ ابدأ وتنازل. إذا أخذنا ونزلنا من النار أبواب جهنم 7، الحيوات المفترسة 7، سير يوسف 7، الطواف كم شديد، فيه يموت الناس الزحمة، وليطوفوا، ما قالوا ليطوفوا، لما جاء للرقم هذا قال وليطوفوا. أرمي الجمار كم فيه تكليف وشدة، نفسه اليوم إذا شفت التوسع هذا الموجود بعد 10 سنين حيضيق، تكثر الملايين. اليوم عندك 5 مليون، بكرة حتجيك 10 15، حتصبح ما تراه الآن ضيق على الناس، تحتاج إلى إذنه حتى يتحقق قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. مهما ما وسعت ستحصل بيان هذه الآية وليطوفوا، ولم يقل وليطوفوا. الطواف تطوف بسهولة، أما التطوف بصعوبة. إذن فليش ندخل ضمن 7 اللي فيها الشدة؟ عنا في تونس كان عنا 7 من نوفمبر، أيوة، شو الشر أكيد حصلت فيها مشاكل. ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، وكانت صعبة. يعني أصحاب الكهف كم عددهم؟ 7، ولذلك ذاقوا المرارة من المشاكل، هربوا وجلسوا في الكهف وحصل ما لا يخفى عليكم. إذن فدائم رقم 7، رقم 8 يحمل الخير في غالبه. ابدأ من الطعام الذي نتناول، 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2. الجنة يوم القيامة رحمة الله يا جماعة، أنتم تعلمون على أن الله أنزل 100 رحمة، خلق 100 رحمة، فأنزل رحمة واحدة إلى الدنيا، وترك 99 ليوم القيامة، لأن رحمته يوم القيامة تكون أكبر وأوسع. ولما كانت رحمته أوسع في الجنة قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، رقم 8 يحمل الخير. حتى الذين يحملون عرشه في دأمه الآن، اليوم اللي حملت العرش 4 الأوعاد في الصحيح، وفي رواية أخرى في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال مسيرة 73 سنة، وخلي بالك لما يقول مسيرة 73 سنة غير العام، لو واحد قال مسيرة 50 عام، واحد قال مسيرة 50 سنة، مين اللي أكثر؟ السنين، لأن الأعوام هي أصعب. أما الواحد لما يكون عنده عام في خير يمر بسرعة، أما المجاعات تطول. لما أنت خليني نقول لك شيء، أنت لما تسافر سفرة لأي بلد وشفت فيها الخير بسرعة تمر عليك، يا ريت كان أكثر أسبوع، لو كان أسبوعين.
لكن لما تسافر سفر الله لا يوريك يوم واحد تتمنى وتراجع يا لطيف حتى اليوم يسمع عندك بسنة. ليش أنت تقول فلان يومه بسنة ما تقول يومه بعام؟ لأنه شديد. فالسنة في الشدة والمجاعة والقحط، ولقد أخذنا على فرعون بالسنين. وحتى لا نقول للناس لما سنة كل سنة وانت طيب، يعني كان يكون تقول كل مجاعة وانت طيب، كل عام مو كل سنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا منه تفرقا سالما موفقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقين ولا محروما. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، وجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، وارزقنا يا ربنا القناعة فإن من الذل مناعة، ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واغفر اللهم لأخينا الذي كان سببا في مقامنا هذا، اللهم اجزه بالحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا، واغفر لكل إخواننا الذين تكبدوا المشاقة لهذا المقام المبارك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لمجلس علم ساعة خير عند الله من عبادة 60 سنة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.